طبعا في البدايه تتقدم اكاديميه ربدان بالشكر لهيئه الخدمه الوطنيه والاحتياطيه لاتاحه الفرصه للمؤسسات التعليميه باللقاء مع منتسبين الخدمه الوطنيه. تحرص اكاديميه ربدان في المشاركه في معرض الخدمه الوطنيه للتعريف عن البرامج الاكاديميه والدورات المهنيه التي تقدمها اكاديميه ربدان في قطاعات منها الامن والسلامه. طبعا ما يميز اكاديميه ربدان هي البيئه التعليميه المتميزه والفريده من نوعها على مستوى الدوله.